من المسائل الفقهية المتعلقة بزكاة الأصول النقدية السائلة مسألة تتعلق بالتوزيعات النقدية التي تقدمها البنوك الإسلامية للمساهمين فيها. قد يسأل بعض الناس سؤالا ويقول في هذا السؤال: إني أملك سهما في بنك إسلامي قام بإخراج الزكاة نيابة عن المساهمين فيه، ثم في نهاية السنة وزع علينا مجموعة من الأرباح، فهل تجب الزكاة في هذه الأرباح؟ لا تجب الزكاة في هذه الأرباح ولا تعد من الأصول الزكوية، لأن هذه الأرباح التي وزعها البنك الإسلامي كان قد وضعها واحتسبها في وعاه الزكوي وأخرج الزكاة عنها بناء على قرار صادر من الجمعية العمومية للبنك. نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز.